بسم الله الرحمن الرحيم متتبعي قناة الخراز عبد القادر مرحبا بكم مرحبا, مرحبا بكم جمهور ديالي العزيز مرحبا بكم تشكركم اللي ساعدتوني ودرتو سينيال لدوك القنوات الطفيلية اللي دخلت عليها واللي نوضوا واحد بالبالة وبداو تي الاسم ديالي والقناة ديالي وتيستغلوها تنشكركم وحنا إن شاء الله غادي نحاربوهم بوسائل قانونية إن شاء الله ماشي غير بوسائل تقنية وسائل قانونية الوسائل التقنية غنحاربوهم حنا ونتوما كيما خدامين دابا والله كثر خيركم هنا تيبينوا هذه القنوات بأنهم ما عندهم والو تيبينوا بأنهم عندهم والو ما عندهم حتى منتوج والو واش باش قلت لكم راه فيه مشكل مشكل ديال هاد القنوات اللي ما عندهم والو والو ها تيلقزو على قنوات أخرين والله يكثر خيركم من اتاكاتي من درتو هاد لاطاك ليهم الله يكثر خيركم من 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 من, حميتوني منهم وخدامي تضربوا فيهم الله يكثر خيركم عندي اليوم واحد التحية خاصة خاصة لواحد الناس الشعب الموريتاني والناس ديال واكشوط اليوم كان واحد البارح واليوم كان واحد الاتصال كبير بيني وبين دوك الناس بين الناس موريتانيين تعجبت موريتانيين الجنسيه موريتانيين وطنيين تذكروا معايا وتهضروا معايا وتشكروني و, و... 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 المغاربه وخصوصا الشرفاء العلويين اللي تعيشوا في موريتانيا واحد الطائفه كبيره اللي هما الشرفاء العلويين واللي هما في موريتانيا وتعيشوا في موريتانيا وموريتانيين ومن ثم ما انا ما كنتش عارف والله ما كنت عارف هاد الناس ما كنت عارفه. ما كنتعرفش ولكن اللي عرفتهم بان في موريتانيا الشرفاء العلويين واحد الطائفه كبيره 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 بزاف تنحييهم وتنحييهم وتنحييهم اللي عرفوني بهم وشكروني وتشكروا المغرب وتينوهوا بالعلاقه الطيبه اللي ما بين المغرب وموريتانيا وتنشكر جميع جميع المواطنين الموريتانيين من هذا المنبر هذا وجميع الشرفاء العلويين ونتوكلوا على الله الجريمه ديال اليوم غادي نصردها لكم وغنقول لكم منين منين جبت هاد الجريمة هذي. هاد الجريمة ذكروا معي ناس خدموها ولكن من حصل الحظ ديالي ناس كانوا مسجونين في السجن المركزي ديال القنيطرة وكانوا مدوزين تما واحد واحد المدة طويلة دوزوها هما مسجونين الحمد لله اللي ربي تلقى واتصلوا بيا وجبدنا الحادث وجبدوا لي هذه الجريمه هذه اللي كنت تنبحث فيها مع شي وحدين انايا تنبحث فيها سمعتها وتنبحث فيها مع شي بوليس خدموها في بني ملال خدموها شي بوليس وعاودوها لي البوليس وقالوا لي رقم المسطره كيفاش كانت كيفاش درت كيفاش درت كيفاش درت, كي درت ولكن انا تنهضر مع واحد السيد سجين هو يقول لي الله نمشي عند واحد سجين اخر راه خرج كان عنده واحد 20 عام مسكين خرج الله سراحه وهذاك المجرم كان معاه وسرد هذيك تا هو من جديد كيفاش دار ولقيت السرد ديال داك ديك ديال ديال السيد المسجون خلينا نقول مجرم السيد المسجون مع أه واللي حكى لي عليه المسجون اللي خارج دابا بحال التصراح مع ما وصلني من دوك الضابط اللي خدم ديك المسطره هذيك باش نكون انا تنبغي نقول لكم حتى منين دبرت على هذا الشيء منين جبت هذا الشيء باش نسدوا الفم ديال شي وحدين شي وحدين تيهضروا بزاف وما عندنا ما نديروا الحمد لله احنا الحمد لله احنا احنا اللي انتصرنا في بني ملال، واحد المرأة كانت مام شي وكانت المهنة ديالها شيخة، حنا تعرفوا الشيخة هي المرأة اللي ما الشيخ، ثقافتنا المغربية عادية، الشيخات عاديين، من قديم الزمان كان عندنا شيخات من قديم الزمان، عمرهم ما كانوا عيب الشيخات، عمرهم ما كانوا عيب، بعد الناس ياخدوا عليهم شنطرة أخرى ولكن ما كانوش عيب، ثقافتنا فيها معروفة بهذا الشيء، جميع الثقافات ديال العالم كل وحدين عندهم آآ آآ الناس تيرقصوا الناس تيشطحوا عندهم انواع ديال الرقص انواع ديال الشطيح انواع ديال الفن انواع ديال كذا حنا كان عندنا واحد النوع راكم عارفينه في المغرب اللي هو الشيخات والعيطه وكذا 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 اللي صورتنا الحمد لله تنعزوا به هاد المره كانت شيخه وكانت لما كبرات الحمد لله في ديك المهنه ديالها دارت 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 واحد واحد الفليسات وشرات شي دويرات ولات هذوك الدوله تستغلوا في الكلة ديالها وهذه وهذه وعندها في ستاف داتهم في البنك تتمعش بهم تتروجهم هنا وهنا وكبرات ولكن ما عندهاش وليدات ولدت وهي جو تربي جوج بنات ربات واحد البنت عندها 9 سنين وربات واحد البنت عندها 8 سنين بعد إخوان قالوا لي ما تبقاش دير ها 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 مالك جلس دي الارض بعض ما تنسى تنقز قدام الكرسي باقي باقي ما ولفتو شي على اين ربات جوج بنيات واحدة عندها تسعة سنين وحدة عندها ثم سنين كبروا دوك البنيات كبروا وكبراتهم ورباتهم تربية مزيانة لأن المرأة دايزة على الحروب كما تيقولوا ما بغاتهمش يتفلسوا ما بغاتهمش يخرجوا الطريق ما بغاتهمش كذا وكذا لأنها يتعرفوا عندها تجارب وربتهم وكبروا وقراتهم وتزوجوا وحدة تزوجت واحد الراجل مسكين شوية شوية خدام ولكن ديك الخدمة حدو قدو هذاك الراجل عطاته واحد الدار ديالها ديالها في ملكها يسكن فيها هو هي هي وديك البنت اللي ربات اللي هي نقولوا بنتها اللي هي ولات بنتها رباتها بنت بنت تسع سنين ولات بنتها عطاتها الدار البنت الاخرى تزوجها حتى هي اللي عندها تم سنين تزوجت واحد الراجل شويه ميسور هذاك تزوج بها وداها لدارو اذا بنت تزوجات الدار في ملك ديك ديك المراه نقول سميوها عائشه عائشه ديك الشيخه عائشه تزوجت اللي ما عندهاش رجلها ما عندهاش ولادها ربات جوج بنات كما قلنا بنت كبرات قرات وكبرات وتزوجت على راجل عطاتهم الدار ما كتبتهاش ليهم عطاتها لهم وصافي وبنت الاخرى الاخرى تزوجت على لباس عليه وسكنها في دار وبقات الحياه هكا لما دار خوات عليها ربات واحد المنية صغيرة من عند امها صغيرة خداتها من عند واحد السيدة جات عندها وديك البنت كانت كينات ولدت وقع لامها حمل لا شرعي ولدتها ما عندهاش بواها خداتها من عندها وقالت لها الله انك لا انا غناخذها خدات ديك البنيه رباتها وكبرات ديك البنيه كبرات وقراتها مزيان وديك البنيه كانت واحد البنيه مؤدبه وهذا وكذا وكذا وفيها كاع المحاسن اللي خصها تكون في واحد البنت وقرات مزيان وداك الشيء وقرات مشات حتى للجامعه ديك البنت كبرات مشات حتى للجامعه وفي الجامعه العام الاول العام الثاني توقفات وقفات هي من المدرسه ودخلت واحد لافارماسي بقات خدامه في لا فارماسي وعايشه مع ديك المراه اللي هي امها وتقول لها ماما وخرى تقول لها بنتي والخواتات بجوج تكون خواتاتي تمشي عند هذي وتمشي عند هذي وتمشي عند هذي وتمشي عند هذي والامور غدا هادئه هذيك السيده عندها الدار فين ساكنه عندها الكراج وعندها برومي ايطاج الطابق الاول وعندها الطابق الثاني هي ساكنه في الطابق الثاني وكاريه الكراج لواحد السيد تيصوب لبيسان لبيسان ديال القياطان دوك ها أه؟ تيصوبهم والطابق الاول الدار الاولى برومي ايطاج الدار الاول سكنت فيه هذيك المراه أه سكنت فيه هذيك اسمحوا لي الكراج سكن فيه مول الباص اللي تيصوب لبيسان كلاه 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 تيخدم فيه لبيسان وكلاه من عندها برومي ايطاج يسكن فيه هو ما مجوج ما والو وهي ساكنة في الدوزيام ايطاج إذا ذاك مول الباساج قلنا عليه كلام عندها الكراج ودار فيه البيسان تخدم فيه خدمته وسكن في البرومي ايطاج في الطابق الأول سكن فيه الدار سكن فيها هو عايش بوحدو وهي سكنت في. وهي ساكنة في الطبقة الطبقة العالية عندها الدار ديال بنتها اللي عطات لبنتها وعندها واحد الدار أخرى كاريها ناس. هاد شي ناس هادشي تتملك هاد المرأة تتاخد لي ساد ديال ديك الدار تاخد في سد كرا ديال اللي تيصوب البيسان وتاخد في سد كرا ديال الدار اللي كاري فيها مول البيسان هذاك مول البيسان ولف معاها ولا بحال ولدها هو كان جون باقي صغير 28 عام بحال ولدها تيتسخر ليها ويجي ولكن تخدم البيسان وهذا 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 المهم اه واحد العلاقه طيبه بيناتهم وهذيك خينا نسج واحد العلاقه طيبه حتى مع البنيه اللي تتقرا ولا معاها مزيان تتعتبروا خوها تتعتبروا هادي تتعتبروا هادي وخا هو كان شويه رجلي خازين الشواري كان شويه مبلي تيشرب تيدير شغل هذاك كان بلي بالشراب ولكن كان تيقدروه وتيقدروه تيحترموه تيحترموه وتحتربو ماتت هذيك المراه هذيك عيسى ماتت ما نبقاوش نقولوا دابا هادشي نقولو نقولوا أه العمل ديالها عيسى عيسى ماتت الله يرحمها ماتت خلات ديك البنيه ولكن قبل ما تموت كتبات لديك البنيه اللي كبرتها هي كبرتها حتى دخلت لا فارماسي واللي بقات معاها طول حياتها حياتها الاخرى بقات معاها كتبات لي هذيك الدار وكتبات لي الدار اللي مكرية وكتبات لي الدار اللي عند ختها كتبات ليها كل شيء شغلها يمكن علاقتها بها كانت طيبه بزاف كانت عزيزه عليها ولانها جابتها الاخرين جابتهم بنت 9 سنين وتم سنين وهاديك جاب ثلاثه رضع صغيره ربات على الكبده هذيك الدريه هذيك ربات على الكبده بزاف وبغاتها بزاف وبقات بجنبها كانت مسكينه كانت تطمر تتعاجها ما خدامه خد فارماسي يعني مقابلها اعتمدت على خاطرها وكتبات لها هذاك الشيء بقات البنيه ساكنه في ديك الدار علاقتها مع خواتاتها مزيانين تدوز عندهم سيمانه 10 ايام بعض المرات شهر عند هذي شهر دي. وترجع لديك الدار وتدوز فيها عندك الدار مزيان تحتاني اللي ساكن راهو مول الباص اللي ساكن و, 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 و هو تحت و مول الباص اللي ديالها و غدا هذي هي ما عندها حد وما تتعرفش ما عندها حد الا خواتاتها خواتاتها مع رجالهم خواتاتها مع رجالهم وشويه بقى تخبي سرها المادي على خواتاتها لانهم كانت ديك الحرقه كانت خواتها مخبيه دفينه ديال كتبت ليها وحنا ما كتبتش لينا كتبت ليها ما كتبتش لينا هي كانت تقول لديك اختها حسب التصريحات ديال اختها قدام الضابطه القضائيه تتقول لاختها هذيك اللي كاريه اللي اللي عيشه تصدر تتقول لها شوفي ما تخافي شيء نبدا نلقي ساكنه فيها وانا عمري ما نخرجك منها وغير بلاتي شويه نقدم مسائلي وانا غدا نكتبها لك لديك اختها وبقات الامور غادا هكا أه، واحد النهار داك مول الباص قال, قال لي البنيه قال لها المهم انا باغي نتزوجك قالت لي ودي لا انا كبرت معاك وربيتيني بين يديك وما عيشك بحال منا وأنت بحال خويا وانا ما دوش هاد الفكره هادي وكذا بقاك بحال خويا وعاوني وساعدني وهذا ولكن الزواج ما تكروش ليا وهذا وهذا قال لها ولا الضالين امين ما كاين باس تقبلوا هاد الفكرة غير من هنا من اللي هنا لهنا ولكن الداخل فكرة عنده باش يتزوج بها أولا يعني ربما كانت تيبغيها ولكن راه شافا شنو عندها راه عندها دار فيها دو زيتاج و دار ديال الختار دار لخرى تيشوف ليست تما هو شوية طميميع و ليه فات ف... بقا تيشوف جيت الفلوس بقا تيشوف البنية تعرفت مع واحد الولد داك الولد في ايطاليا خدام تيعمل العمال ديالنا في الخارج في ايطاليا وجاش شي صيف وتعرفت معاه طوموبيل وبقى تجيب هكدا قدام الدار وتيديها وتدخل معاه بالعلالي لانه بغا يتزوج بها وبغا يدير ايطاليا اتفقو على هادشي هذا قالت له الباص قال لها شكون داك مول الطوموبيل تيجي يديك ويجيبك قالت لي راه ناوي نتزوج به ان شاء الله ونشوف حالنا للطاليان قال لها مزيان الله يكمل بخير الله يكمل بخير خير ولكن ما عجبوش الحال داك الخبزه غتمشي من يدو ويدي هذا الطاليان واحد النهار قال لي شو اجي نقول لك واحد القضيه أنت هذيك الدار اللي عند الكرايه تما وداك الشيء غتقدي نخرجهم ولا ما تبيعيهاش اش خدت عندك الدار تما شتي يخلص لك داك السيد حيت الدار كان فيها واحد خينا زوفري شتي سيد فيها تما انا ندخلك لك في هذه القضيه وبيعيها تبغي تمشي للطاليان تبغي هذه تبغي هذه ايوا نقول له هذه غتسد وهذيك شو اللي غياخذ كرا وتقول له كذا بدا يسارجي في الدريه الدريه ما عارفاش فعلا مشات في الطريق ديالو مشاو عند داك خينا اللي كاري قال له بغينا الدار البنت غتجوج بغات تكون فيها حكا وطاطا وطاطا تقول بديك الدخله وغندوروا معاك وكذا وكذا فعلا دوروا ما خرج في حالته وباعوا الدار ب 45 مليون 45 مليون هاد النوتير النوتير قال لها ابنتي انا ما بقاش نعطيك 45 مليون في 45 مليون خصك يكون عندك كونت بانكير ندوزو لك لا بانك ترانزاكسيون ما تهدوش من يد ليد خصك تدير لا بانك مشى معاه الراجل مول الباش الله يكثر خيره مشى معاه لا بانك وفتحوا حساب في لا بانك ودوز ليها النوط هذيك الفليسات وقالوا ليها اش بغيتي الشيك ولا هذا قالت لهم قال لها خدي لا كارت لا كارت ديك لا كارت باش تبقاي تسحبي اللي بغيتي كارت دخلي كارت بانكير وجبلي من اللي بغيتي تجبي الفلوس اللي بغيتي دخلي اللي بغيتي حسن لك ما الشيك كتب ما الشيك كنتي ماك تتبعي وتشري قالت لي واخا وقف مع فهاد العملية كلها وكانوا شي براوات إلا جاو ديال الدار أو ديالها ديال لابونك كان تيشدهم هو واحد من تيجي داك اللي تيعطيه هاكا سي فلان لاباس بخير هاك داك الفاكتور داك الشيء تيعطيه كان تيشوف لها الحساب اللي عندها شاف عندها حسابات أخرى دخلات سولها واحد المرة قال لها حيت هو تيحل قدام هاديك الورقة وتيقرا ليها متيقه فيه ودات, ودات من عائلتها وقريب ليها وكبرت بين بين يدو تتقول لي راه بعد داك الدهيب ديال كذا اللي خلات مويما وبعت هذه دخلتها لا بانك مزيان مزيان بعد ما تقول لي غنبغي نبيع شي حاجه كانت تمشي معاها كاع عند دايبي وتتبيعها اللي خلات امها تتبيعها وتمشي مع حتى بانك وتدخل في لا بانك راجل مزيان الله يعمرها دار قال حد مرة طاحت في يدو ديك لاكارت نهار جات لاكارت دكيشي تخرج بها فلوس هو اللي شدها من عند فاكتور شدها من عند فاكتور وحلها شاف الكود وكتب الكود كتبو كتبو وعيط عليها قال لها راه من جات من الخدمة قال لها جاتك لاكارت ها هي هذا هو الكود عقلي عليه عقلي على الكود هذا الكود هذا الكود عمرك ما تنسيه وما توري حتى شي واحد حتى واحد ما يعرف هذا الكود هذا هذه إلا دخلوها في هاد لاكارت دخلوها في كيشي بغا يجبد الفلوس راه ما تجبدش ليهم ولكن هذا الكود يجبدوها قالت لي واخا قال لي هاكي الله يعاونك صلاه على النبي بدات يهضر معاه تيقول لها قولي انت يا هذيك اختك دابا هذيك اللي ديك الدار شاطبة عندها تاخذها ايوا الا كانت غاتشري اللهم في اختك بيعيها ليها انت غادا للطالية ان شاء الله مع ولد الناس غاتمشي للطالية لكتب الله زواج راه شتو تيحطك وتيديك تيجيبك وتيديك وقلت غادي يمشي مش غادي ايه غادي هاد المشية باش غادي مع الوراق قال لك الوراق ويجي هنايا خصنا نديرو كاغي ديرك ايوا واش غاديري دابا نقولو هاد الدار هادي إلا بقات واخا هادي إلا بقات واخا ها راك راك ديالكم نجمعو حتى أن البنت حسب المسطرة مابقاش تتخلص منه لا على الكرا ديال الكراج لا الكرا ديال الدار فين ساكن هو لانه ولا يد ديالها ولا السعيد ايمن ديالها هو اللي تيعاونها ما بقاش تتخلص منه واخا تقول صافي عمي غير خليهم صافي يا خويا غير خليهم صافي يا بابا غير خليهم هذه التصريحات اللي داروا البوليس في البحث ديالهم فاش عمقوا مع البحث ما بقاش تتخلص من عنده الثقه اللي ولات فيه ولات تيدفعها تيقول اختها وحلي معاها المشكل قلت له انت اختها قالت لها انا بغيت نمشي بغيت تشري من عندي وكذا وكذا وليت تجي عنده تيقول لك راه بغا يعطوني 18 تقول لي لا واش تقدر دير 18 ويعطوني 20 لا 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 اش من 20 اه هو تيطلع السومه تيطلع السومه ديال ديك الدار اللي دي ساكنه فيها اختها تطلع السومه معاه هي هي كانت تقول غير خذيها هو الشيطان دخل بيناتهم وقال تيقول له هذه ما هذه المهم القضيه تجمدت هنا قالت لي شتي اش غدير غنمشي للطليان ما نخرجهمش وما عندهمش فلوس وما غنبيعهاش نخليها تما حتى نجي واحد النهار جا عنده واحد صاحبو كان تيجي عندو ديما واحد صاحبو هو زوفري داك صاحبو تيدخل تما تيسكر هو وياه هاد صاحبو كان كزار ودار فايت ولا عطار كان قزار في السواق وطب يمكن ما الحرفة ما خرجاتوش هو ولا عطار بقى جالس معاه واحد المرة وبدا تيهضر معاه دابا غنسمعو التصريحات ديال العطار اش تيقول نال لي عليك العطار وحصل قال لي ما سيدي هاد السيد كان تيقول لي ها شتي هاد الفلوس هادي اللي عند هذا هاد الحراميه هادي هاد خيتي هاد خيتي هذا لا شرعيه راه كذا راه كذا راه كذا شتي هاد الفلوس هادي دي منين جات جابتها ما فاش كانت شيخة ها فلوس حرام ها فلوس كذا كذا منين جابتها من برده آه العباد الله ودات الرجال هما آه اللي طبوا لينا هما اللي داروا لينا حنا وانت فين مشات فلوسك ولا فين فلوسي عرفتي هاد هذا خينا جا من الطاليان وجا مقصد ليها ولا سمعتو مجوج ما بغيتش نقولها ليها جا مقصد ليها قال لي مرتو الحرام في الطاليان غير باش يجمع ليها راه هي باعت خمسة 45 الدار وحطت تما شي عشرين مليون اللي بعد ديال الذهب هي 60 كلشي حاطه في لابونك قال لي لاخور اش غنديرو قال لي خصك تعرفوا واحد القضيه ود عمي شتي ديك لاكارت كيشي ديالها عندي النوامر ديالها بالتجريب ديالها كاين شي انا سخرتني وتسخرت انا الفلوس فلوس وانا اللي خديت داك الرقم السري نهار الاول فاش دخل خديتو انا ومقيد عندك وخدم معايا راجل الا بغيتي ولا تخدمو على راسنا هاد مول الطالي راه غيجمع معانا درت هاد البراد هذا عقلتو على هاد النوع ديال البراد كان قديم هاد النوع هاد وعقلتو على هاد الكيسان هادو كاين هاد الكيسان راه ولاو تيصاوبوهم هادو هادو كيسان تقليديين في المغرب تقليديين كان فيهم الكبار كان فيهم القهوة فيه وكان وعلاش عندهم هاد الخرجة هكا كانت يديروا في واحد الطابلات راه دابا في مكناس وفاس في المدن العتيقه تيعطيك الكاس وتيعطيك في واحد الطابله متقبه تيخشيو هكا الناس يا يا زمان وباقي باقي شي قهوات ودابا تيصابوهم الناس مشيت من الرباط مشيت هاد البراد هذا فكرني ايام اللي كنا فاش كنا في البوليس مشينا داونا الصحراء كنا عندنا هاد هادو زويني زويني هادي هادي مني اليوم الناس ديال نواكشوط ديال موريطانيا اللي هما الناس ديال اتاي ملوك الشاي الموريطانيين والصحراويين هم ملوك الشاي في العالم وطريقة الشاي كيفاش تيصاوبوه وكيفاش تيديروه شي عظيم وعجيب نكملو قال لي لا كلالي مخو قال لي صافي اتفقوا قال لي اش غنديرو نحيدوها الصلاة النبي قال لي صافي نحيدوها شنو فيها قال لي نحيدوها ناخدو لاكارت وماشي شغلك انا غنتكلف واخا بعض المرات كانت تمشي هي مع داك مور في الطاليان تيغيبو يومين تلت ايام ناض هو دار تبرقيكا لخواتاتها قال لي راه غتمشي للطالي قالت لي راه قالتها لينا وراه ولا تمشي تتغي معاها تتمشي معاها يومين سيمانه قالت لها إيه راه قالتها انا وخليها بغات تزوج بها خواتاتها ما عطاتش اهميه للقضيه خواتاتها ما عطاتش اهميه لانه خواتاتها هي خاتهم ايه ولكن الورث من داز لهاد الجيه ما بقاش ما بقاتش ديك ديك العلاقه شويه طيبه مزيان واحد النهار عيط عليها قال لي راه في العشيه غيجي واحد السيد خصك تجي واحد السيد من تخرجي من الخدمه اجي ديريكت راه واحد السيد بغا يشري قلت له شنو بغى يشري قال لي بغا يشري الكراج ديالي وبغى يشري هاد الدار تحت لي وانا راه بغيت نخوي الكراج ناوي نخويه وانا بنتي ما نضيعك دوزنا معاكم الخير حيت الصراحه راه دبرت شي حاجه وجاب الله التيسير غنطلع للبلاد وكذا وغندير شي مشروع وكذا وكذا اه غتخليني لا ما نخليكش ما تخافيش غير اجي كذا 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 جات البنت في الليل باش تشوف واحد الراجل اللي بغا يشري قالت لي متى نهضروا دخلت شدوها قتلوها قتلوها مسكينه أخذوا لها ديك لاكارت مع طيب معايا اللي مهمه غير شد عندك هاد لاكارت او شي وقتلوا الدريه وفصلوها على خاطرهم فصلوها اطراف طرف طرف, طرف. وناضوا اش دارو زعما راه زعما زمار مطورين تعرفوا البصمات ناضو حرقوا لها البصمات يديها شوفوا لها يديها تيكو لها يديها تحيدوا لها البصمات قال لي قول البوليس دابا يجبدوها ولا سته ضربيه قول يجبدوها وقطعوها طراف ومشاو وشراو 300 كيلو ديال العلف العلف لا ديال البهيم 300 كيلو جابوها في خناشي جابوها ودخلوا للكراج ديال مول الباص عليهم الباب وتهبطوا من الفوق وتهبطو البنت طروفة في الميكات وتيدخلوها في ذاك العلف تيشدو طرف تيدرو في الميكا ويدورو على الميكا ويدخلوها في العلف وتيدرو فوق الثناشي وتيكبو العلف تيخيطو تصابو ديال العلف ردوها كلها اطراف ثلاثة طروفة فاش فرقوها ثلاثة طروفة في خناشي ديال العلف خناشي ديال القنطار ودخلوها ومسحو الدنيا وعيطو عليها واحد مول هوندا في الصباح وقال لي ودي غا لنا شي علف وغادي نديوه خارج على بني ملال هزو العلف وجا مول الهوندا وهزو العلف والله يعاون الله يعاون هزو كلبن تركبو بجوج مع مول الهوندا مول الهوندا بقاو غاديين 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 تا واحد الخلا قال إحنا رحنا لهيه ولكن بركة حطنا انت غا هنا حطنا غا هنا بركة هو حطو مول الهوندا ومشاو في حلو. الله يعاون الله يعاون راه ماشي خلاو البنت فرحنا شي ديال العلف تما لا وما فكرو حاجه اخرى واحد بقى جالس هذاك الخناشي واحد هيه تيحفر بحال بلادو عرفت واحد الخلا تيحفر حفر حفر هنا حفر حفر هنا حفر حفر, حفر, هنا, حفر, حفر, هنا, وحفر حفر هنا وحيدو الخناشي ديال الالف وجبدو تيجبدو ديك البنت مقطع وتيهزوها ويدو الحفرة الاولى فط الحفرة الثانية فط والحفرة الثالثة فط وخلاو ديك الالف تما خيطو داك الالف وداك الشيء وهذا وهذا الله يعاون الله يعاون خلاو طاحت واحد الشجرة بحال خلاو شي وحدين مشاو في حالتهم صافي البنت ما بقاتش غبرات فينا هي البنت الله اعلم فينا هي البنت الله اعلم ولا هو تيسول على اختها انت الدريه ما جاتش عندكم البارح لا ان شاء الله فارماسي والدريه ما جاتش استربح في الان ما جاتش وهذاك مول وهو باش نقول لكم واحد القضيه هو مطور متبع الاحداث خلى حتى السيد مشى للطاليان في ذاك الوقت اللي مشى للطاليان ونسيت ما قلت لكم هذه هو خطط في ذيك الساعه فاش هو مشى للطاليان قال صاحبو مشى للطاليان صافي مشات معاه للطاليان راه تيقول اختو ما بغات تمشي مع الطاني غا بعدا تيقول لك من الفارماسي وانت ما كاش درتي لها من عيب تعلم بعدا وتمشي خلات له الامور هكاك ومشات الطاليان مع ذاك اللي في الطاليان واحد الكلب حاشاكم مع واحد السارح مشات يحفر واحد القنت في ديك الخلافه اللي رماوها بقى تيحفر 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 شافو شي كلاب اخرين بقاو تيحفرو معاه تيحفرو جا داك السارح تيشوف شنو كاين بغيت تبان ليه واحد اليد محفرو كلب بانت ليه اليد زرع الكلاب مشات تخلع علم واحد خينا تما ساكن علم شي وحدين شي عروبيه عيط سيدي عيط ناس ساكنين جاو الجدارميه الجدارميه جاو تما حفروا تلقاو البنت تما قالوا الجدارميه لا يستبعد لا يستبعد يكون هادو هاد الطروفه الاخرين يكونوا هنايا جابوا الكلاب ديالهم بقاو تيقلبوا تيشوفوا واش كاينه اون بيست اللي تدير شي دوار باما هاد من جابوها غنمشي دوار من هنا الكلاب تيمشيو تيلقاو لي تروا بوان لي تروا بوان لقاو ثلاثه الحفار يلقاو جبدوا البنت كامله من الحفار بثلاثه هزوها داو لامورك مورك في في مستودع الاموات البنت تخيطات كلها هذه الخدمه ديال مستودع الاموات الله يحسن عوانهم وانا ديما تنوه بكل الناس هادوك تمرتهم خايبه خيطوا ديك البنت وقدوها ولكن البنت ما عندهاش بصمات البنت ما فيهاش بصمات ما عندهاش بصمات البنت الملاوح ديال وجهها خسروا لها وجهها البنت اخذت تما تقريبا واحد ربع ايام تبدلات نفخات زرقت ما بقاتش هي على الواحد يشوفها خليو البنت دابا في المستودع الاموات وندوزو المول الباش والعائله المول الباش بدا تيقلب مع عائلتهم ونوض الصداع البنت ما جاتش ما يمكنش تقول لختها واش عندك شي تليفون ديال اخر؟ لا ما عنديش عندك شي حاجه هادي لا ما عنديش ياك التليفون ديالها هو وهو, وهو تيسوني ما تيجاوبش وهذا اللي في الطاليان عاود هضرت لكم عليه نعرفو غير بعدا فين ساكن هذا دابا هو البنت الطاليان شوف على الله اش دار ليها كذا كذا ما تيقلب هنا هنا مشى للبنكه وخرج مليون ونص وعطى العطية طير داك العطار عطى عليه قال صافي انت مهمتك سالات العطار الله يهنيك العطار تا هو كان درفيط من الكزاره ولا حاط في الارض تيبيع لك العطيه ديال الارض الكمون والشبا والقرنفل مراتها تقول له يعطيني درهم ديال القرنفل مراتها تقول له 10 دراهم ديال الشبا نهار المخير داك داك العطار تيخرج 360 ريال ولا 400 ريال ولا 500 ريال وسكير يوم بلي تيشرب نهار الخرقاع نهار المخير تيخرج كاع 1000 ريال ولا خو عطاه مليون طيب ونص طيب دقه وحده حسب بسم الله عاك جوج ثلاثه اربعه خصك شي حاجه خوك انا خصك شي حاجه مرحبا اجي عندي راه فلوس صافي دابا مابقاش نخرج كل شيء خصني الشهر الجاي عاد نخرج شي بركه وكذاك تعرف البنكا ذاك العطار ما تعرفوها تعرفها العطريه بزاله ولا كان شي شرابات هذاك العطار هو يا مره مره تيجي عنده تيشرب معاه شي قرعات تيمد لي واحد 6000 ريال تيقول له الله يعاوني عنك 4000 ريال الله يعاوني عنك ولا خور تيجبد في الفلوس شحال جبد ربعة ربعة مليون ونص جبدهم هاني خرجها من لابونك دير شوية هي عليه وجالس وهاني وبدا تيمشي مع ختها مشا مع ختها قال لها خصنا نديكلاريو بقاوش جالسين هكا نديكلاريو مشاو نديكلاريو مشاو نديكلاريو عند البوليس تعطيو البنت ديال البنت كيفاش 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 مشات مولات لا فارماسي تي عند البوليس قالت لهم مايمكنش هاد البنت مع ما عندها ما والو نعرفها مايمكنش هاد البنت عندها شي حاجة ديكلاريو أه عطاو التصويرة ديالها عطاو هادي عطاو هادي نشر داك الخبر عن مؤسسة الامنيه البوليس الدرك الدرك الملكي جاوبوا ديال ديك المنطقه تيقولوا عندنا واحد البنت هنا مشكوك فيها حسب البرقيه اللي صيفطوا لينا لها للبوليس البرقيه اللي صيفطوا وعندنا واحد البنت هنا جثة مشكوك فيها قالوا اسيدي تجي العائله ديالها جات العائله ديالها مشات واحد اختها شافتها قال لك حاله قالت هي اختي كيفاش شفتي انت اختك؟ قالت لي, لي مختي والبنت ما بيناش قالت على الحال اللي كانت فيها قالت لي مختي بزوها قال لي في ودنيها هذه شريتها انا وياها عرفتها بديك الزوها وما ماشي ماشي مشكل هذا راه كانوا غادي يدوزوا مع اللادين قلبوا البنت ياخذوا اللادين ياخذوا اللادين ديال اختها كذا 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 ولكن تعرفت عليها عطات العلامات اللي فيها قالت هذه اختي خبروا البوليس الدرك الملكي خبروا البوليس قال لهم ودي سويت لا ديكلاسيون ديال الاخ ديالها راه خديت تقول بانها هذيك راه خاتها البوليس جاو دخلوا في لافير ديال هاد البنت هذيك ابدا البحث مول الباش قال لي ما وديناش غنقول لكم هاد البنت كانت مقتوله نقول لكم واحد القضيه وسمحوا لي سمحوا لي راه بنتي مات ليا هذه راه بنتي مات لي هذه راه بنتي انا الله اعلم الله اعلم انا شك هاد ختها راه كانوا هاد الايام تيهضروا على الدار الدار ما الدار تخرجوا ليا من الدار ما تخرج ليا من الدار انا دخلت بيناتهم قلت مخلصوا خلصوا البنت, مخلصوا البنت كدا ما خلصوا البنت كذا ما كذا البوليس جابوا ديك ختها مشاو عندها للدار مشاو عندها للدار يقلبوا الدار خبروا السيد وكيل الملك هاد البنت هذا تيقول بان خلاف عندها مع ختها وبان كاين مشكل ديال الدار ومشكل ديال هذا نبداو من العائله والبحر ديما تيبدا من العائله البوليس مشاو يقلبوا الدار تيقلبوا لقاو واحد السره فيها مليون ونص مخبيه في واحد الجهه في الدار ديال اختها قالوا لاختها ديال ما فلوس قالت لهم ماشي ديالي دي 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 قالوا الراجل دير ما فلوس قال لهم ماشي ديالي سيدي ها البوليس خدا واحد المنعطف اخر وديال ما فلوس ماشي ديالي وانت عاش انت ومرتك ودري الصغار دير ما الفلوس قال لهم الراجل سيدي ماشي ديالي ختها قالت لهم ماشي ديالي قال لهم يلاه عندنا البو يلاه عندنا الكوميساريه داو الكوميساريه بقاو تيبحثوا معاهم كيفاش هاد الفلوس ديالنا كيفاش هادي كيفاش هادي كيفاش كيف هادي قالت لهم اختي لي حولي انا نقول لكم قال لي الله قولي قالت لهم فاش كانت امي الله يرحمها حيه الوقت اللي ماتت في ديك الليله سرقت لها واحد الذهب فاش علمونا قالت لها علموتنا هادي علموت انا عارفة دابا فين تحطوه الزيت داك الذهب هزيتو سرقتو وبعتوه ما قلتلهاش الراجل وجمعت مليون ونص خبيته هنايا هاد دابا اختها ولات مدخله داخله في الوينه ختم ديكلاريه بانها مليون ونص مسروقه سرقتها لما نهار ماتت ومخبيه على رجل مخبيه ديك مليون ونص واحد الجهه تما ولا البوليس شادين فيها تقول له كملي الهضره سافو دير سرقتي لامك مليون ونص كملي الهضره سافو دير قولنا شكون قتل هادي تقول هادي ما قتلتهاش ولكن مليون ونص سرقته ولا تيقول تقول مول الباش الحمد لله الحق بان دابا قولي للبوليس شنو كاين اللي كاين قولي هذيك راه شدوها هذاك مول الباش قال لهم شوف الله يرحم الوالدين، اختار اخرى خصها تجي. اخرى حتى هي راه عندها مشكل معاها. لا خصها تجي. شكون اختار اخرى؟ اختار اخرى، واختار اخرى ما عاطي را دار لا والو، ولا خصها تجي يا سيدي. انا ما فرقش مع هادي. واحد البوليسي تيقولوا اللي يهضرو معايا، واللي ذكروا معايا، انسبكتور، مفتي الشرطة. دار رئيس الرئيس ديالو. وقال ليه، هاد خينا كيدخل ويخرج يهضر بزاف. قال لا الاخر كيفاش؟ واسمعوا كيفاش وقعت القاضي قال ليه. هذا كان هو اللي الاول هو اللي دار هو اللي من الصداع هو اللي داخل خارج هو اللي اللي دار في البنت هذيك تحصلت ها هو دار دا في الاخرى ولكن هو هو اللي ساكن معاها في الدار هو كاع ما شفنا معاه هو يتوقع نقاش ما بين داك خينا وداك قال لي كان سبيكتور تابع داخل خصنا نمشيو نقلبوا لك الدار قال لي انا ماشي صفار ما صفار انا هادي راه بنتي اللي مشات ليا وهذا وهذا وقع واحد المولجات كبيره شاهدين عليها اللي كانوا في, في المكتب مولجات قال لي انت غنقلبو معاك الدار يلا هذاك الضابط قال لي كنا غنقلبو الدار نقلبوها كامله ونديو معنا الناس ديال المسرح الجريمه مشيو معنا صافي كيما مشيو معنا عند خت هذيك تنقلبوا الدار مسرح الجريمه تيشوفوا لكن كان شي حاجه عندها علاقه بالوفاة ديال هذيك تنقلبوا لي بهذه الطريقه مشاو تيقلبوا الدار وكاين كاين واحد هو مسح الدنيا ولكن مسح الجريمه بالبحث اللي داروا لقاو ما بين الجليج اللي داير في الدار الدار القديمه ما بين الجليج كاين الدم كاين الدم لقاوه لان كان زابار الحمد لله تيقلبوا تيشوفوا تيبينوا تي تيبينوا الدم بينوا الدم جبدوا داك الدم داك الدم الدم خداوه باش يمشي المختبر ولكن من س... من 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 حسن الصدف لانسبكتور اللي تزاد مع هذيك خينا في التقلاب لقاو واحد الليزار مقطع لي مقطع لي مقطع مقطع باليد تشريكه ديال اليد يزار كبير مقطع ومجموع في واحد الجهه هو نهار مشى مع داك الضابط عند الدرك الملكي باش يشوفوا ديك الجثه قال لهم هاد الجثه لقيناها مقطع والراس في واحد ليزار وليزار حاطينه تما الدرك الملكي قال لهم هاد ليزار من محجوزات اللي لقيناها هو ليزار لقينا فيه الراس اذا هذيك البنت معرضينها مقطعوها ولكن الراس داروا في زار هذاك خينا تفكر داك الانسبكتور قال للضابط واش عقلتي على هاد ليزار قال لا قال هذا هو اللي زار ها هو مقطع الطف اللي خداو منه ها هو مقطع شدو ليزار وداك الدم مشاو قلبوه وشافو مع البنت دو لا ديان لقاو الدم ديال البنت او باك مول الباص وما يجلسوا قال لي قول شنو عندك شنو لقاو بعدا في الدار من مشاو لقاو خواتاتو بجوج جاو من البلاد ولاو جالسين معاه صافي السيد بغا يصوب القضيه خواتاتو بجوج جالسين جاو من البلاد بقا تيبحثو مع خواتاتو داو معاهم البوليس داوهم تيقول لي واش كنتو فوقاش جيتو واش كنتو حاضرين فاش كانت هي بغاو يشوفو واش البنت متقتلات هذوك كاينين بجوج واشنو لقاو لقاو وحده عندها دبريس وحده عندها سلسله ديال الدب في البحث قالوا بانه هاد الدبريس وهاد السلسله عطاهم لمخوهم هذاك من قتل البنت ذاك مول الباص ودا ليه دايب دا خواتاتو قالت لهم قال اش قال خواتاتو؟ قال لهم السيده مولات الدار البنت اللي معايا مشات تسكينا للطاليان وقالت لها ها واحد العار دي هاد الدبيله شختك الاخرى عطيها هاد السنسله ودايرنهم معاهم شادينهم معاهم قال لهم هما قال هو اللي عطاهم لينا منين من جاك هاد الدب خويا جابو ليا منين جاتك هاد خويا جابو ليا انت باش خدامه 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 انت باش خدامه خداماش انت مزوجه لا شكون شارك هاد الدب خويا شكون عطاني الدب خويا بجوجهم تهلا في خواتاتو وقال لك سيدي البنت اللي كانت هنا مسطنة عطاتنا الدب اش قلتي انت الشريف واخويا وعطيته لهم داك ديال السنسلة اه ديال المرحومة وديال داك الدبليج اه ديال المرحومة وعلاش قتلتي المرحومة انا كبرتها بيدي كبرتها وضربت عليها تمارا و... والحاجه اللي ماتت ضربت معها تمارا و... بغيت ما درت معاهم في الخريج تزوجها واحد جي من الطاليان قلت كنبيع الدار ونعطيه الفلوس وانا هادشي صافي اللي عطى الله زيد كمل كيفاش درتي الجريمه عاودينا واش عندي صاحبي ونستانا وياه شكون صاحبك؟ العطار يلا نمشي نجيبو العطار مشاو جابو العطار العطار غاجا جا هو يعاودني الهضره اللي قلت لكم قال لي راه فلوس حرام وغتعاوني وغدير ليا ايه وغندور معاك وعطاني مليون ونص وتنجي نسكر معاك تعطيني ثلاثين فرانك تعطيني ربعين فرانك تسكرني فابور وهذا وكذا انا سيدي راه هو اللي صيدني في هذا الموتيف راه هو اللي كذا هو اللي كذا هو اللي كذا مشات البنيه مسكينه ضحيه ديال واحد الطماع ويعلم الله واش كنضرب شي طنين ولا لا وتنظنكم بشاد الطنين انا ما غتخرجوش لاني ما بقاش حتى تخلص من عنده ربما تقول حضي لي املاك يبقى هنا وختا مسكينه غتبقى في ديك الدار جالسه خواتاتها اخواتاتها ما تخرجش اختها من الدار الحمد لله وهو ربما ربما يستغل ويسكن في ديك الدار ويكري الفوقانيه الخير باقي القدام كان الخير باقي القدام وكاين هو طمع كل شيء ما تزوجاتوش ما واش بغا كلشي بغا يتزوج بنت كانت تعيط ليه خويا با تعيط ليه با تعيط ليه خالي من كبرت البنت بانت ليه هو الكبير بحال ديال البوهالي وبانت ليه في ديك البنت وبان ليه هذا وهذا وزاد الشراب اللي تيشرب كل نهار داك الكوليزم اللي فيه وبين ليه الخطه باينه وجاب داك العطيطير تا هو داك العطار جايبو تا هو شرب معاه ليله كلا ليه مخو ليله وحده ليله وحده شحال هكذا دوزو في هاد الليله ثلاث ثلاثه السوايع اربعه السوايع تشرب بين جنة فلوس والملايين ونديرو ونعطيك انت دير راس مالك انت خاصك تحرك وترجع تاك الزاد ودير صافي كلام خو جاو فصلوا البنيه ها هي مسكينه جاي اجي تشوف السيد طلعوها ما قالت لهم غنبيع دار ما والو خدموها هما ودوها المسكينه قطعوها وصيفطوها اطراف وتحكموا بالاعدام بجوج هادوك الخوات تسمع عليهم والو خاطر تلقى عليهم الدب راه قالوا خويا عطاه لينا شوف حالتهم هذيك خمرة مشى للحبس الدار تسدات يمكن خواتاتها من غير تكلفوا بها شنو استفدنا استفدنا نقول ما تيق حتى شي واحد استفدنا ما مخشو... خش ما خش واحد البنت تبقى بوحدها راجل يبقى بوحدو بنت مسكينه بقات بوحدها تقريبا بوحدها كان عليها تكون مع خواتاتها نهائي ترجع عند خواتاتها تكون ديك الدار ترجع عند خواتاتها تحمى بخواتاتها يدخلوا ويخرجوا كانت تجي مع شي اخت هذيك الدار تجي تسكنها معاها الداخل ما بقاش في ديك الدار ما واحد الراجل راه كيما كان هو غريب فيه شوف الطمع ديال هاد مسخوط الوالدين فين دا بيه وكلشي ديالو كلشي ديالو البنت ديالو كلشي ديالو كان يعاونها تمشي مع داك اللي في الطاليان وتمشي معاه الله يعاونها ربما تزوج وتربح وتمشي والبح هو بغى يزرب على الفلوس ويعاودو الشراب والخمر والطمع والطمع طمع طمع وظن هو فكرته غنحيد لها البصمات صافي غتحيد لها البصمات بغيتي تقول بالدار ميا وبغيتي بغيتي تقول بها وتقول بعائلتها وتقول بجدار ميا وتقول بالبوليس اي والله الله نسيتي نسيتي الله الله تيتنسى نسيتي الله واش حال واحد تيدير شي خطه وتيدير شي شي جريمه بحال بحال هاد الجرائم وتيحيد كلشي تيخدم مزيان تتخرجي شي كره من جنب تعرفها كي دايره الفتنه ديال داك المفتيس الفتنه ديالو الفتنه ديال العقل ديالو وبقى تيشوف فيه قال تا هو غتقلبوه وكان غيتقلب غيتقلب شتي البوليس كون ف... كون في الضو مع كلشي والله تيرجعوا ليه والجدار يكون في الضو مع كلشي والله تيرجعوا ليه هو رجعوا ليه لا بود رجعوا ليه العائله تتصفى في الجريمه البولي... البحث تتصفى في العائله واحد الروح لا طاحت تصفى العائله تصفى العائله ولا تورج اللي بجنبها والعم ودخلوا عاد تيدوزوا للبراني الا ما تشدوش البراني في حد تيبداو تيبداو قارب كان غير يدوزو ليه يدوزو ليه كان غير يلقاوه يلقاوه ونسا هو البنكة وغيمشي يقلبوا حسابها وشو شكون اللي خارج الفلوس وشكون كذا نسا هو بزاف د الحوايج البحث كان باقي غادي عجب الله ربي الحيد هذا قال حيد هاد الخينا هذا والتحكيم الإيدام هو نتمنى من الله هاد الرسالة تكون وصلات ديال هاد القصة هادي ونتمنى من الله نكون استفدنا من شي حاجة من الشي هذا والله يعطيكم الصحة وغدا عندكم حلقه اخرى نطلب نعلمكم الحلقه اخرى نعلمكم قررت نقول لكم والى يوم السبت والى يوم الخميس راكم عارفين مي هاد تنفدي لكم كما قلنا الايام اللي ضاعت ونتمنى من الله باش نبقاو ديما نتواصلوا هكا ونقولوا جالسين بحال هكا اون فامي تنهضروا والله يعطيكم صحيحتكم والله يخليكم وليداتكم والله يحفظكم من شر الدنيا وشكرا